بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واغفر لنا وارحمنا وارزقنا وبارك لنا اللهم فيما اعطيت. النهارده ان شاء الله يا جماعه هناخد مع بعض الروماتويد فيفر، ودي جزء من الجزء براكتيكال بتاع الاميونولوجي، المناعه. في البدايه طبعا المصطلح يمكن يكون غريب على بعض الناس، الروماتويد فيفر اللي هي الحمى الروماتيزميه غير الروماتويد ارثرايتس. في حاجه اسمها الروماتويد ارثرايتس هناخدها في محاضرة لوحدها. النهاردة هنتكلم على الروماتويد فيفر. الروماتويد أرثرايتس معناها روماتيزم المفاصل، أما الروماتويد فيفر بتاعتنا بتاعت النهاردة اسمها الحمى الروماتيزمية. الروماتويد فيفر بتسببها بكتيريا اسمها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. البكتيريا اسمها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، مكتوبة قدامنا على الشاشة دي. جميل. هذه البكتيريا بتعمل إيه بقى يا جماعة؟ بتقوم بالتالي. هذه البكتيريا بتفرز مجموعة من الإنزيمات. هذه الانزيمز بتعمل بريك داون في البلاد سيلز، يعني تعمل هيمولايسيس للبلاد سيلز، تحللها وتكسرها. فطبعا اوتوماتيك لازم الاميون سيستم بتاعنا يفرز لها الانتي بوديز السوتبل ليها، او اللي هي متخصصه فيها. هذه الانتي بوديز اسمها الانتي ستريبتولايسين او، هي يا جماعه اسمها الانتي ستريبتولايسين او، ودي انتي بوديز بروديوسد باي بادي اجينست الستريبتولايسين او، اللي هتروح تعمل بريك داون للانزيمز اللي بيعمل هيمولايسيس للبكتيريا. طيب لو حبينا نتكلم على الروماتويد فيفر بشكل اوضح واكبر، فحليها ان هي اكيوت انفلاماتوري كونديشنز، يعني هي حاله من حالات الالتهاب الحاده بتحصل في الابر ريسبيراتوري تراكس، في الابر ريسبيراتوري تراكس اللي هي الممرات التنفسيه اللي في الجزء العلوي من الجسم زي اللوز والفارينكس البلعوم وما الى ذلك. طبعا بتسببها الجروب A بيتا هيمولوتيك ستريبتوكوكاي زي ما اتفقنا، وبنسمي الجروب A بيتا هيمولوتيك ستريبتوكوكاي بنسميه الروماتوجينيك سترين، اللي هي السلاله المسببه للروماتويد. في البدايه لازم اقول لكم ان عمليه الاصابه بالروماتويد فيفر لازم يحصل ريكيرنت انفكشن بالجروب A بتاعتنا بتاعت البكتيريا دي، يعني لازم يحصل ريكيرنت، يعني لازم يحصل اصابه متعدده كذا مره ورا بعضها بالبكتيريا دي، عشان في اتش تايم ينتج اماونت معين من الانتي بوديز، لحد ما الانتي بوديز دي يبتدي الاماونت بتاعها يزيد ستيب باي ستيب مع كل مره انفكشن، لحد ما يوصل للتتر اللي هيكوز الفيفر، لحد ما يوصل لكميه الانتي بوديز اللي من شانها ان هي تعمل عمليه الاصابه بالحمى. طيب الموضوع عباره عن ايه يا جماعه؟ ادي لو تخيلنا مع بعض ان اللون الاخضر اللي تحت ده، الدايره الخضراء دي، هي الفيروس او هي دي البكتيريا. البكتيريا بيبقى عندها على الاوتر سيرفيس من بره زي ما احنا شايفين هنا كده، بيبقى في حاجه اسمها انتيجينز. الانتيجينز دي بتبقى على الاوتر سيرفيس اوف بكتيريا. يفترض ان الجسم يروح جاي فارز الانتي بودي اللي هي الواي شيبد اللي احنا رسمينها قدامنا دي، واي شيبد لان الانتي بوديز بتبقى بروتينيك سابستانس او بروتينيك موليكيولز، مواد بروتينيه بتبقى على شكل حرف واي، بنسميها واي شيبد بروتينيك سابستانس. الانتي بوديز السوتبل للنوع ده بنسميها انتي ستريبتولايسين او، ودي اللي السوتبل للجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي عملت انفكشن للجسم. جميل. ايه بقى المشكله؟ مفيش مشكله ولا حاجه، هو الحمد لله البكتيريا دخلت اللي هي الجروب A بيتا هيمولوتيك ستريبتوكوكاي، الاميون سيستم بتاعك اشتغل الحمد لله، عامل بروديوسنج للانتي ستريبتولايسين او، انتج الاجسام المضاده من النوع الانتي ستريبتولايسين او، والحمد لله الانتي ستريبتولايسين او عملت اتاك على البكتيريا، والحمد لله خلصنا من البكتيريا وانتهينا. طب ما ايه المشكله؟ المشكله ان يحصل ريكيرنت انفكشن زي ما حكينا، يحصل اصابه متعدده مرات متكرره ورا بعضها كذا مره من البكتيريا دي، فيحصل ايه؟ كل مره بينتج اماونت معين من الانتي بوديز، لحد ما يوصل الاماونت ده من الانتي بوديز للتتر اللي هو الكميه المسببه للفيفر. طيب لما يوصل للتتر ايه اللي يحصل؟ ما هو خلي بالك هو هيوصل للتتر والحمد لله هيقضي على البكتيريا برضه، ما زعلان ايه مشكلتك؟ المشكله هنا ان الانتيجينز اللي على البكتيريا دي اللي موجوده على الاوتر سيرفيس اوف بكتيريا دي، الانتيجينز دي فيها حاجات شبيهه ليها في الجسم،
في structures تركيبات زي الكونكتيف تيشو او الكولاجين some types of collagen او الكونكتيف تيشو عليها antigenic determinants شبه اللي موجودة على الاوتر سيرفيس اوف بكتيريا. يعني انت عايز تقول ان انا جسمي فيه انتيجينات شبه الانتيجينات اللي كانت على السطح الخارجي للبكتيريا. طيب ماشي فهمتها. دي بتبقى موجوده فين تقريبا؟ بتبقى موجوده في الكولاجينز او الكونكتيف تيشو عامه، يعني موجوده في الجوينتس اهي، موجوده في سوري موجوده في الجوينتس اهي، موجوده في الهارت سواء كان في البريكارديوم او المايوكارديوم او في الفالفز، يعني موجوده في الغشاء الخارجي البريكارديوم بتاع القلب اللي هو غشاء بيحيط القلب من الخارج وكان بيسهل حركته، والمايوكارديوم ده البطانه الداخليه بتاعه عضلات القلب، والفالفز اللي هي صمامات القلب نفسها. طيب جميل، موجوده فين تاني؟ في الماسلز تندون، في الاوتار بتاعه العضلات يا جماعه، او في السبكوتانيوس تيشو في المنطقه اللي موجوده في الديرمال تحت الجلد الطبقات السفليه من الجلد، او في السي ان اس. ايه السي ان اس ده؟ السي ان اس ده السنتر نيرفس سيستم، موجوده في البرين نفسه في السنتر نيرفس سيستم، في سام جوينتس وصلات كده في المخ معموله من الكولاجينز دي او من الكونكتيف تيشو دي. جميل، كل الاماكن دي فيها انتيجين مشابه للانتيجين، كل الاماكن دي كده كلها على بعضها فيها انتيجينات مشابهه للانتيجين الموجود على الاوتر سيرفرز اوف بكتيريا. جميل. طب ده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى ان الانتي بودز اللي انت افرزتها وحربت البكتيريا، والحمد لله خلصنا من وقضينا على البكتيريا، عمل اتاك على البكتيريا وقضت عليها، تبتدي اتاك تهجم على السيميلر تيشوز دي في عملية بنسميها الكروس رياكشن او بنسميها مولكولار ميميكري، يعني حاجة من نوع من التشابه، كروس رياكشن او مولكولار ميميكري ده تشابه الانتي بودي، بدل ما تهاجم البكتيريا وخلاص ما عادش فيه بكتيريا فتبتدي تهاجم خلايا جسمك نفسها. عشان كده بنقول ان الروموتويد فيفر بتاعتنا بتاعت النهاردة دي اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ديزيز يعني ايه اوتو اميون ديزيز؟ يعني جسمك اللي بيهاجمك انت، لان الانتي بوديز اللي هتاتاك الجوينتس او الهارت او المسلز او التنزونز او الحاجات اللي عندنا دي، الانتي بوديز دي انت اللي انتجتها، الاميون سيستم بتاعك اللي انتجها بنفسه، فعشان كده بنسمي المرض ده اوتو اميون ديزيز. جميل، الروماتويد فيفر دي بتحصل في اي وقت يا جماعه؟ لا ما بتحصلش في اي وقت، بتحصل تقريبا من عمر من 5 ل 15 سنه. اشمعنى العمر ده بالذات؟ ليه العمر ده؟ لان من 5 to 15 years بيبقى before 5، قبل 5 سنوات before 5 years ما بيبقاش لسه الاستراكشر بتاع الجوينتس او الهارت او الماسكولا او المسلز او السبكوتانيوس او السي ان اس ما كلوش لسه بقوا مشابهين للانتيجين بتاع البكتيريا. يعني احنا اتفقنا ان الانتي بودي بتاتاك الحاجات دي عشان الاستراكشرز بتاعها مشابه لانتيجين البكتيريا، فهي ما بتفهمش، راحت شافت حاجه شبهها عملت اتاك. طيب قبل 5 سنين ما يبقاش التشابه ده لسه حصل. جميل، حلو، عرفت ليه قبل 5 سنين. طب ليه مش بعد 15 سنه؟ لان بعد 15 سنه بيبقى التشابه ده حصل وخلص. يعني ايه؟ يعني الاستراكشر ابتدى ياخد اشكال تانية، بقى غير مشابه للانتي ستريبتولايسين او غير مشابه للانتيجينز بتاعت البكتيريا زي ما احنا اتفقنا من شويه. نقول تاني، يبقى ليه قبل 5؟ عشان قبل 5 سنين مفيش انفكشن. ليه؟ عشان قبل 5 سنين ما يبقاش لسه التشابه ما بين الانتيجينز بتاعه البكتيريا وما بين الاستراكشر دي لسه حصل. طب ليه مش بعد 15؟ لان بيبقى حصل تغير في الشكل. طيب الاي اس او تي اللي هو الانتي ستريبتولايسين او تتر، انت اي اس او بعدها لوحدها معناها انتي ستريبتولايسين، والاي تي دي معناها التتر، واحنا عارفين طبعا كلنا يعني ايه تتر. وين ا بيرسون هاز سيمتومز اوف، امتى بنقدرها؟ لما يبقى الشخص عنده اعراض الروماتيك فيبر ماشي، او جلوميريو نيفرايتس، او اذر سيمتومز او اعراض تانية. يبقى الراجل يا اما عنده روماتيك فيبر يا اما جلوميريو نيفرايتس، ودي بتحصل في الكدني، او يبقى عنده سيمتومز تانية اعراض تانية لستريبتوكوكال انفكشن. واحنا يعني الاعراض موجوده بس انا ما عملناش كالتشر، لو عملنا كالتشر خلاص مش محتاجين الاي اس تي، هنشوف فعلا هي موجوده ولا مش موجوده. طيب جميل، يبقى ده امتى هنعمل الاي اس تي؟ الاي اس تي ده يا جماعه هو التست اسمه انتي ستريبتولايسين او تتر.
هو ده الاختبار، هو ده التحليل اللي بنعمله عشان نشوف الاماونت اوف انتي بودي اللي اسمها انتي ستريبتولايسين او في الدم قد ايه، لان احنا اتفقنا مع بعض ان لازم يكون عندنا ريكارنت انفكشن، عندي اصابه متكرره ورا بعضها من الجروب ايه ستريبتوكوكاي، جروب ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، عندي اصابات متتاليه، عشان الاصابات المتتاليه كل اصابه تجيب اماونت اوف انتي بودي لحد ما يوصل الانتي بودي بتاعي للتتر. جميل، فهعمل ايه؟ فهدخل ادور على كميه الانتي بودي في الجسم، ان لقيت كميه الانتي بودي في الجسم عاليه يبقى انا الراجل ده عنده الفيفر، مع مش عاليه طبعا هيبقى لها ليميت، الليميت بتاعها 200 وحده دوليه انترناشونال يونت لكل ملي، بس عامه ان قلنا عن ال 200 يبقى احنا لزان الكريتيكال بوينت، احنا اقل من الوضع الحرج والحمد لله كده مفيش مشكله. طيب ما هو واحد هيجي فيكم يسالني يقول لي ليه اقل من 200 مفيش مشكله، ما هو اقل من 200 ده معناه ان الانتي بودي موجوده بس بلوك كونسنتريشن بتركيز ضعيف. اه يا سيدي افهمني، ما انا اتفقت معاك ان احنا عايزين نعمل ريكارنت، عايزين نعمل اصابه متكرره عشان اوصل للتتر. طالما انت ما وصلتش لل 200 فما وصلتش للتتر، فبالتالي ما عندكش الفيفر او الكميه الانتي بودي اللي موجوده جوه جسمك مش كافيه ان هي تعمل المرض الديزيز. طيب What is being tested؟ احنا بنقيس ايه بالـ ASOT؟ طبعا احنا اتفقنا مع بعض الـ ASOT اسمه Anti Streptolysin O Titer، تحليل اسمه Anti Streptolysin O Titer وبنعمله على السيرم، على البلاد سيرم. طب بنقيس فيه ايه؟ بنقيس فيه الـ Amount of Antibody اللي هي Anti Streptolysin O زي ما اتفقنا اهي بنقيسها فيه. That produced as a response to the recent streptococcal infection اللي انتجت للاصابات السابقه بهذه البكتيريا وليس الحاليه، خلي بالكم لان احنا اتفقنا عايزين ريكارنت. طيب the test may be ordered twice over a period of 10 to 14 days، يعني احنا ممكن نعيد التست ده او ممكن الدكتور يطلب ان يعمل التست ده بعد 10 او 14 يوم تانيين من التست الاولاني، يعيده مره تانية يعني to determine if the antibodies level is rising falling or remaining the same، يعني عشان نشوف انا يعني مثلا طلع لي النهارده 200 فقلت لا ال 200 انا في الامان الحمد لله، طيب 200 انترناشونال يونت بير ملي يعني 200 وحده دوليه في الملي، خلاص انا كده الحمد لله انا لاور زان التتر والحمد لله ما عنديش الفيفر. اه بس خلي بالك ان ال 200 دي احنا مش عارفين هي راحه تعلى ولا هي ثابته كده ستيبل ولا نازله، فلازم نعمل اعاده للتست بعد 10 او 14 يوم اسبوعين تقريبا عشان نشوف لو عليت. اه يبقى احنا قسنا في مراحل بدري ولسه الانتي بوديز ما لسه الكونسنتريشن بتاعها ما كانش لسه وصل للتتر عشان نكون متاكدين من التست بتاعنا. جميل، الاي اس او تي what does the test result mean؟ طيب نبتدي نفسر نتائج هذا التست. اذا كان التست if the test is negative يعني خلاص نيجاتيف مش موجود عندي الانتي بودي دي اساسا، or ASO ASO ده اختصار لايه؟ للانتي ستريبتولايسين او is present in a very low concentration then the patient most likely has no had to recent streptococcus infection، يعني اكن الراجل ما اصيبش قبل كده او البيشنت او المريض بتاعك ما اصيبش قبل كده بالانفكشن ده. طب برضو ان حد سالني على طب ما هو نيجاتيف اوكي معترف معاك ان ما فيش انفكشن قبل كده، طب الفيري لو كونسنتريشن اتفقنا الريكارنت ما حصلش، الاصابه المتعدده ما حصلتش انك توصلك للتتر. جميل، this is especially true ده بيكون صح في حاله if a sample taken 10 to 14 days later is also negative or minimal، يعني برضو ده بنتاكد منه عشان ما تبقاش متضايق بعد نعمل العينه الثانيه بعد من 10 ولا 14 يوم. If symptoms of rheumatic fever لو اعراض الروماتيك فيفر or glomerular nephritis اللي هي التهاب الكوبيبيبات بتاعت الكليه اللي هي النفرونز يا جماعه بتاعت الكليه اللي هي functional unit of kidney الفانكشنال يونت اوف كيدني which extract اليورين from the blood بتستخرج اليورين من البلد are present in and in elevated، يعني لو السيمتومز موجوده بالاضافه لان الانتي بوديز موجوده بيحصل elevation elevated ASO level بيزيد ارتفاع ال 200 بتبقى 400 بتبقى 600 عماله تعلى معايا،
may be used to confirm the diagnosis. عشان نتأكد من عملية التشخيص بتاعتي لازم زي ما اتفقنا مع بعض هنعمل تحليل تاني بعدها بفترة ونلاقي السيمتومز موجودة زائد ان بيحصل اليفيشن في الاي اس او ليفل بيرتفع معايا الاي اس او ليفل بكده اتأكد ان انا عندي ايه اصابة. Can اس او بي يوزد تو دياجنوز الستريبتو ثروت انفكشن؟ يعني ستريبتو ثروت انفكشن اللي هي التهاب الحلق، التهاب الايه الحلق. طبعا ده لازم. قال لك هي ذا بيست ميثود تو دياجنوز ستريبتوكوكال فارنجايتس او تنسولايتس، يعني هي انسب طريقه اشوف بها التهاب اللوز او التهاب البرعوم. فارنجايتس اللي هو فارنكس يعني بلعوم يا جماعه، فارنجايتس يعني التهاب البلعوم، تونسلايتس اللي هي التهاب اللوز. To avoid the complication and to avoid passing the infection to other body parts. وطبعا انا ممكن اعمل الحركه دي من البدايه كده وانا راجل عملت تشخيص مبكر للفيفر والحمد لله ربنا يعافينا كلنا منها، عشان امنع المضاعفات. To avoid the complication and to avoid passing infection to the other body parts، عشان برضو امنع انتشار الانفكشن لباقي اجزاء الجسم اللي انا لسه حكي عنها من شويه، عشان ما يطلعش من منطقه الثروت او الفارينكس او التونسايلز ويطلع يروح بقى عندي على المسل تندونز او يروح على الهارت او يروح على الجوينتس او يروح على السي ان اس. لا، انا عشان افويد الكلام ده كله فبعمل دياجنوزز بالاي اس او تي للاطفال من عمر 5 ل 15 سنه عشان ان شاء الله افويد الكلام ده كله. طيب ايه هي البرنسبل بتاع التست؟ ايه الاساس العلمي في هذا التحليل؟ اي اس او تيست ميثود از بيزد اون ذا immunological reaction between، يعني هو تفاعل مناعي ما بين الانتي بوديز اللي موجوده جوه جسمك، وانت احنا اتفقنا مع بعض ان انت جسمك جواه الانتي بودي، او الرياكشن او اللاتكس اللي احنا هنحطه. And streptococcal antibodies in the symptoms، اللاتكس اللي احنا هنحطه يا جماعه بيبقى جواه الانتيجين اللي احنا بنضيفه في العينه، واحنا جسمنا او العينه اللي جايه من جسم المريض اوريدي فيها الانتي بودي، هيحصل بقى immunological reaction ما بينهم هما الاثنين، وطبعا ده اللي بيعمل agglutination في الاخر وبنشوفه مع بعض. The reagent has been adjusted in a way that presence of ASO TETF اللي بيوصل زي ما قلنا ل 200 international unit per milli or higher in the serum gives a visible agglutination of the latex particles without previous sample dilation. يعني بيديني الاجلوتينيشن اللي انا اقدر اشوفه بعيني من غير ما اعمل اي عمليه من عمليات التخفيف او سيلر ديلوشنز اللي احنا المفروض نعملها عشان نحدد التتر. احنا كده خلصنا مع بعض الاي اس او تي. بعد كده هنعمل مع بعض ان شاء الله في المحاضره الجايه هنشوف مع بعض التقدير، عمليه التقدير، ونشوف احنا بيبقى عندنا يا جماعه عشان برضو الناس اللي مش فاهمه بيبقى عندنا نوعين من انواع التقدير. في كواليتيتيف يعني جوده، بشوف هل في انتي بوديز يس اور نو، مفيش في اجلوتينيشن انا حطيت اللاتكس وحطيت السيرم، لو الانتي بودي موجوده في السيرم والانتي جين موجود في اللاتكس اللي انا حاطه يبقى هيحصل اجلوتينيشن، يبقى اقول كده كواليتيتيف انا عندي الانتي بوديز، او ما يحصلش اجلوتينيشن فاقول نو انا ما عنديش الانتي بوديز. بعد ما عملت الكواليتيتيف بحتاج اعمل الكوانتيتيتيف. كواليتي جوده، كوانتيتي كميه، كوانتيتيف او ان انا اجيب التتر بتاع المرض ده ان شاء الله هعمله في السكشن الجاي العملي ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.